بس انا يعني من يمه ربعي عائلين انه بخيب بيقدروا انه يحلحلوا لك الامور. انت شو بدك انت؟ يعني شو مشكلتك؟ قولي لي يا اخي. شو بدك؟ قولي لي شو من هالدنيا كلها شو بدك؟ ليش عم تعملي هيك بحالك وليش عم تعملي هيك بالسياسة عم تحكي؟ يعني بكل شيء عم احكي، من السياسي ونزور. ليش عم تعملي هيك بربعك وبحالك؟ قولي لي. بالسياسة بدي 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 حرية وعدالة. شو قلتي لي؟ حرية وعدالة. بدي العدالة والحرية. قبل ما نبلش الموضوع حطي عقل الرحمن براسي وصلي على النبي. صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. اللهم صلي على محمد وآل محمد. يعني عندك النية أن نتصالح؟ عندك النية أن نتصالح؟ بفهم شو المشكلة معي. أول شيء ليه إذا أنا رأيي مش مثل رأيك؟ يعني نحن مختلفين ليه؟ أنت معي خبر رأيي شو هو؟ لا. ليش عم تقولي لي شو؟ أنت عم تقولي مختلف معي. أنا عم بحكي عن ربعنا. ربعنا يعني أنا متكأني مراقب على جنب. إيه ما عم تقولي يعني لا مثل وصايت عم بحكي. مين ربعكم؟ مين ربعك يعني؟ شو القصد؟ يعني شو؟ يعني الطرف الثاني يا عبيس. الطرف الثاني هي الطرف الاول وهو الطرف الثاني. طيب. وفي واحد بالنص بده يجي بالاخر يصلح الامور. ايه. بس ايه بس مش هيك، انت بدكش تحكي معي، بدكش انهم يزقفوا لي، بدكش انك تطلع فيي، بدك شيء وبالاخر جاي تقول لي انك وسيط. انا ما قلت وصيت. انا ما قلت ما تزقفوا لي، قلت ما تزقفوا لي لما احكي معه، بس يجي يزقفوا لي. هيك بلشنا. اوكي بلشنا باول الطريق. بدنا نفتح الدفتر. تفضل. قولي لي مجلد حبيبي. قولي لي انت قلتي بدك بس هذا كتاب حسنديات. لا مو مش له يعني، بس اول ورقه حنستعمل منه ورقه هاي. هيك انت شو مشكلتك؟ قولي لي. انا بدي حريه وعداله اجتماعيه. ايه يعني هاو كيف بتفسريهم العداله والحريه الاجتماعيه؟ الحريه يعني انك انت غلط. شو انت؟ يعني انت بالمطلق مش انت كعبيس، نحن كلنا انه نحن كلنا يكون في عنا آلية انه نقدر نعبر حقيقة عن رأينا، انه نوصل حقيقة آرائنا وخياراتنا السياسية بآلية ديمقراطية بتعكس فعلا رأي المجتمع. هعمل بالسياسة هعمل لك فحص بخمس ثواني بدك تجاوبي انت اذا مستعدة. واذا واحد قال رأيه مش ينشد على الجريمة المعلوماتية ومش يتكفر. كيف بيعملوا كعك العباس؟ واحد اثنين شو خاص هاي باللي عم أربعة خمس. طب بدي شوف إذا بدك ترجعي على الرابع ولا لا. طب بعرف صرتي أول سؤال كعك العباس. كيف بيعملوا كعك العباس؟ كيف بيعملوا؟ ما هي أصلا ما بتطبخ. ديما أنا ما بطبخ. هو مش طابخ، هذا حاله. ما بدك تطبخ للحلو. بدي اعمل لك اسئله، لو انا عارفين شو هن الاسئله ها وكنت اكيد جاوبتك عليهم. انت بتعرف انت كمان. هذا دليل انه نحن عندنا مصداقيه بقلب البروجرام. انت بتعرفش الاجوبه. طيب قول يلا سؤال ثاني. بقول انا جاي من يمك يعني هلا. اي سنه هجريه نحن هلا يا مشحة؟ شو السؤال؟ اي سنه هجريه نحن هلا؟ اي سنه هجريه؟ 1446 لا 46 41 مشحرة يا انا. انت شو دخلك بيناتنا انا وياه؟ اذا بدك تنضمي للرابع اهلا وسهلا. انت من اي ضيعه؟ انا من اكثر ضيعه تعد انه هي خارجه عن القانون. هي بالاحرى مش خارجه عن القانون، هي منطقه محرومه، محرومه من كل شيء. ليمونه؟ لا ليمونه محرومه، عندهم اطيب بزرق. عندهم ماي اكثر شيء. هرمل بريفيل. انا من بعلبك. هرمل بعلبك. شراوني دار الواسع. ليش هديتي براسك بس قلت شراوني؟ انه ينطبق على اللي قلته. لا تهزي براسك تقولي لي، لا تفكريني مثل هوديك يعني. لا تهزي. هي عم وافق على اللي عم بتقوله. تليفونك منه عندنا، تليفونك مع جون بيير موريس. منه فوق ثابت قاعد بشارع سرسوق بالاشرفيه، صح ولا لا؟ كيف عرفت؟ يعني ما يعني مزبوط معي مثل ما انا عم لا عم بسالك كيف عرفت؟ ما تساليني بس اسالك. انا بدك تردي بس اسالي. بس انا اصلا ما قلتش انه معكم تليفوني، ما قلتش انه بالبقاع. لكن وين قلت التليفون؟ شو؟ وين تليفونك؟ قلت انه مع شخص، ما قلتش انه بالبقاع. مع ثابت بالاشرفيه بشارع جون بيير موريس. جون بيير موريس ثابت اشرفيه سارع. هاي اخر المعلومات؟ مين ما سالك بتقولي هذا جواب. اوكي.